كابتن سيد معوض دايما الدنيا تبقى ماشيه حلاوه وفل، يقول لك 100 100 شريف الهداف، بص جونه باليمين وجونه بالشمال في الزمالك عامل ازاي، بص الماتش اللي بعديه، بص مش عارف بيرسي تاول لما بيلعب راس حربه كهربا، وبعدين يحصل اي دروب كده تلاقي حمله وهجوم وضغط والاداره وشغلانه وحدوته. يعني انت شايف القصه دي ازاي؟ هل وجود كهربا، وجود شريف، وجود شادي رغم استبعاده من البطوله، وجود بيرسي احيانا كراس حربه يكفي؟ الاهلي كان متصدر قائمه، يعني اكتر فريق سجل في الدوري، الاهلي مسجل في بطوله العالم للانديه، في كل الانديه، سجل في الريال وسجل في لامينجو وسجل في سياتل وسجل في اوكلاند سيتي. هم مسكوا الكلمه لما الراجل قال لك انا محتاج فيرود، ومحتاج فيرود بمواصفات معينه. هل شايف اللي موجود يسد ولا الاهلي لازم دلوقتي؟ وهل برضو دلوقتي قصه احمد ياسر ريان الولد لعيب اصلا هايل ومتالق مع سيراميكا وبياخد رجل المباراة في مباراتين، قصة راس الحربة والمهاجم مع النادي الأهلي؟ يعني وجهة نظري كل اللعيبة اللي حضرتك قلت أسماءها دي لعيبة مميزة جدا، وكلهم أدوا أداء كويس على فترات، كل واحد فيهم فترة معينة. يعني شريف قبل كأس العالم الأندية من أفضل اللعيبة اللي أدت خلال 3-4 مباريات اللي قبل كأس العالم. نعم. بدايته في كأس العالم جاب جول وضيع فرص شوية. نعم. إنما هي المباراة الأخيرة هي دي اللي بينت للناس بس شوية، وده طبيعي في الكورة. نعم. ده طبيعي إن مهاجم. نعم. بس أنا أعتبي بس على شريف في الكورة نفسها كابتن شوبير في اتجاهه. يعني انا حضرت شريف وهو جاي النادي الاهلي في جهاز الكابتن حسام البدري. شريف بيلعب برجليه الاثنين، مظبوط. هو عنده مشكله صغيره ان هو عايز يوصل لكل الناس ان انا بلعب برجليه الاثنين. يعني ايه الكره جايه له على يمينه، خلاص انت لازم خلاص تاخدها في اتجاهك، مظبوط، برجليك اليمين، العكس. ما توديهاش لا انت حتى لو اشول، مش انا راجل اشول. انا لو جات لي نفس الكوره مش هعملها كده. أيوه. مش هروح في الاتجاه ده خالص. فدي النقطه، ده اعتبي الوحيد عليه. انما اي لعيب بيضيع عادي، وهو اي راس حربه بيضيع، يعني ما فيهاش مشكله. بس في توقيتات مهمه جدا لما بيجي لك فرصه في ماتشات زي دي، يعني بتفرق معاك بشكل كبير. يعني 3-1 غير قبلها البنالتي، غير النتيجه 2-1 2-1 الفرقه قدرت ترجع ورجعت بشكل كويس جدا. فهي ده نقطه شريف. كهربا رجع ماشي بشكل كويس. بيرسي تاو ما ادى قبل الاصابه كان ماشي بشكل كويس، حتى ما رجع مباراه في كاس العالم الانديه ادى مباراه، والمباراه الثانيه مش على نفس المستوى. نعم. انما في الاول والاخر هي قناعات مدرب. نعم. طالما المدرب هو عايز في المكان ده، حد يعني طالما المدرب مثلا عايز الكابتن احمد شوبير، بس انا مش هدوس على زرار اجيب اللعيب. لا طبعا في مفاوضات، في فلوس، في قصه، ده طبيعي يعني جدا. يعني البعض امبارح لما انا قلت ان الاهلي رصد 4 مليون دولار لموليكا، فقال لك طب ما جابوش ليه؟ هو الاهلي رصد 4 مليون دولار. طب السنه الجايه نفس الرقم، لانه هيكون كمل السيزون ويكون اخر موسم ليه مع الفريق، فسهل جدا التفاوض، هيبقى اسهل شويه. التفاوض هيبقى اسهل شويه. انا ما شفتش مليكا كويس. انا ما اعرفش، بس الناس كلها بتقول انه مهاجم كويس، لكن انا ما شفتوش كويس. انا اتمنى، يعني مش هقول كده للنادي الاهلي بس، لكل الانديه. نعم. اما اجيب لعيب محترف لازم اكون متابعه فتره طويله. صحيح. وفي دوري تقيل. ما اجيش قبل مثلا التعاقد بشهر او شهرين اتفرج له على فيديوهات. عملوا سياسه جديده، فيديوهات خادعه. وبعد كده اجيبه. انا اتمنى محمد صلاح قبل ما يروح ليفربول كابتن، كان روما ماتشات روما كلها بيتفرجوا عليه جوه ملعبه وبره ملعبه. مظبوط. بيشوف تعامله ازاي، يعني والفرقه بتدافع تعامله ازاي، والفرقه بتهاجم تعامله ازاي، جوه ملعبه بيتعامل بطريقه ازاي، بره ملعبه، وتتابعه فتره طويله جدا. فهو ده الطبيعي بتاع الانديه، وخصوصا الانديه الكبيره. لان يعني انت بتدفع فلوس وبتدفع مبالغ جيده للعيبه كويسه. طبعا. فالطبيعي ان انت تتابعهم فتره طويله عشان لما يجي ما تتفاجئش بيه. بمناسبه الفيديوهات اضحكك، في فيوتشر فكانوا بيدوروا على مهاجم يعني، فقالوا لي في مهاجم جاي من غانا ما حصلش اسمه تيلور. قالوا لي ده راس حربة بقى حدوتة يعني. طب فين؟ قالوا لي الفيديوهات. فبصيت انا فلقيته قصير كده فقلت لهم يا جماعة مش شكله راس حربة. الفيديوهات مش لعب بالتلات اربع ماتشات ودية. قال لك لا كانوا تعاقدوا معاه. فكانت مشكلة. مشي بعد كده طبعا ما جاش. فانا يعني بوافق على كلامك وبأكد على كلامك انه الفيديوهات ما بتبقاش لوحدها، وانه السياسه اللي عملها الاهلي دلوقتي انه عمل سياسه جديده بقى متابعه طول السنه والدوريات وقوه الدوريات. لكنه
هل الاهلي يقدر يكمل السيزون بنجاح بالمجموعه اللي موجوده يا كابتن سيد؟ يقدر بدليل ان هو ان انت بدات بشكل كويس جدا. انت دلوقتي يا كابتن، هو انت اول الدوري، نعم، قبل ما تروح كاس العالم للانديه انت ماشي بشكل كويس جدا. معظم حتى الماتشين الثلاثه اللي انت تعادلت فيهم رجعت بعدهم ورجعت اقوى ورجعت بشكل قوي جدا. فانا شايف لا، النادي الاهلي عنده الامكانيه ان هو يكمل بالقايمه اللي موجوده، يعني القايمه اللي موجوده قايمه جيده، قايمه مش وحشه، انما بعد كده ممكن يبقى في اضافات. وبامانه هنتكلم في امر واقعي برضه يا كابتن احمد، يعني انت حسيت بالفرق شويه في كاس العالم للانديه، نعم، لان انت رحت الكاتيجوري تاني، طبعاً رحت المستوى تاني، انما الدوري عام وبطوله افريقيا لا، تكمل وتكمل بشكل كويس جدا.